بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن وظيفة علم المنطق هو تعليمنا كيفية اكتساب التصور والتصديق عن طريق بيان قوانين كاسب التصور وكاسب التصديق. وقلنا أن كاسب التصور يسميه الحكماء بالمعرف، يعني الذي يعرف لنا الأشياء على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. فائدة التعريف واضح عند كل إنسان، لأن التصور الصحيح هو أساس التصديق الصحيح. نحن إن لم نحسن تصور الإنسان بنحو صحيح وواقعي، فتصديقنا بعد ذلك بخصائص الإنسان وما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة سيكون أيضا غير صحيح. وبالتالي التصور الصحيح هو يعتبر المنطلق والقاعدة الأساسية التي نبني على أساسها المعرفة الإنسانية الصحيحة. إذا كان تصورنا صحيح اعتقاداتنا ستكون صحيحة، إذا كان خاطئ ستكون خاطئة، إذا كان سطحيا هيكون أيضا اعتقاداتنا بالتالي سطحية. لذلك الاهتمام بباب التصور لا يقل عن الاهتمام بباب التصديق كما سيأتي. هنا احنا درسنا في الإيساغوجي، قلنا مواد كاسب التصور، وقلنا هناك مواد من الدرجة الأولى هي الذاتيات التي تحكي عن حقيقة الشيء، عن ذات الشيء، كالمعاني النوعية والجنسية والفصلية. وأما المواد الأخرى التي هي من الدرجة الثانية التي تبين ظاهر الشيء في الواقع، ظاهره رسمه الخارجي، وهي تسمى بالعرضيات، المعاني العرضية، إما عامة أو خاصة. هنا سنتعرض للتعريف وقسميه. التعريف في الواقع ينقسم بانقسام الغاية منه، يعني ما هو غرضنا من التعريف. طرة يكون غرضنا من التعريف بيان الحقيقة، يعني بيان حقيقة الشيء في الواقع ونفس الأمر، وطرة يكون غايتنا هي تمييز هذا الشيء عن غيره دون الغوص في معرفة الحقيقة. إذا كان هدفنا هو بيان الحقيقة، معرفة الحقيقة، فمن الطبيعي أن احنا نستعمل أي معاني، المعاني الحقيقية، المعاني الداخلة في الحقيقة، وهي المفاهيم الذاتية التي سبق وقد أشرنا إليه من الجنس والفصل والنوع، نستعملها لبيان حقيقة الشيء. هذه المعاني الداخلة في تعريف الحقيقة إذا تم استقصاؤها بالكامل فيسمى هذا بالحد التام. التعريف الحدي هو تعريف الحقيقة، لكن طرة يكون البيان الحدي بيان بتمام المعاني الذاتية الداخلة في الحقيقة، هذا يسمى بالحد التام. وطرة يكون ببعض هذه المعاني الداخلة في الحقيقة، وهنا يسمى بالحد الناقص. نضرب مثال. الإنسان مثلا إذا أردنا أن نعرفه نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق أو عاقل. طب من واضح هذه نحن هنا قد أوردنا جميع المعاني الذاتية الداخلة في طبيعة الإنسان، في حقيقة الإنسان، في ذات الإنسان. هذا يسمى الحد التام للإنسان، جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. طبعا يمكن بحسب اللفظ نجمل بعض هذه المعاني في معنى واحد، نقول حيوان ناطق. هذا راجع للغة بعد إجمال وتفصيل، وإلا كلاهما يشيران إلى المعاني الحقيقية الذاتية الداخلة في حقيقة الإنسان ويسمى بالحد التام. أما إذا جئنا وقلنا الإنسان جسم ناطق أو جسم حساس متحرك بالإرادة، طب هذا صحيح وإن كان صحيحا ولكن ناقصا، يعني يمثل صورة ناقصة في تعريف الإنسان فيسمى بالحد الناقص. إذن الغاية هنا الأولى هي التي تعين نوع التعريف. إذا كانت غايتنا هي معرفة الحقيقة، طب بنحو تام هي يسمى الحد التام، بنحو ناقص تعريف الحقيقة أيضا ولكن بنحو ناقص هي يسمى بالحد الناقص. أما إذا كانت غايتنا شيء آخر وهو تمييز الشيء عن غيره، يعني هو لا يعنينا الغوص في حقائق الأشياء، كما هو نظرة أكثر الناس تنظر الأشياء بسطحية ليست بعمق. الذي ينظر بعمق هم الفلاسفة والحكماء الذين يريدون أن يصلوا إلى كنه الواقع، إلى ذات الواقع نفسه.
غاية معرفة الأشياء بظاهرها حتى نميزها عن الأشياء الأخرى، نميز الإنسان عن الفرس، عن البقر، عن النبات، عن الجماد، مجرد تمييز بالإشارة إلى ظواهر الأشياء. طبعا هنا يكفينا استعمال الظواهر، المعاني العرضية التي تحكي عن ظاهر الأشياء، المعاني العرضية تكفي، سواء كان عرضا عاما أو عرضا خاصا. في هذا الحال تكفينا هذه المعاني. طبعا هذه المعاني العرضية قد تستعمل بمفردها وقد تستعمل مخلوطة بالذاتيات، يعني تارة مثلا نقول الإنسان حيوان كاتب، حيوان أبيض، وتارة نقول لا مثلا ماشي أبيض، إذا كان هكذا أو منتصب القامة ماشي. هذه الأمور قد تستعمل فقط عرضيات، معاني عرضية، وقد تستعمل لا مخلوطة، أقول حيوان كاتب، حيوان ضاحك. هذه الأمور الرسوم كلها تعتبر مجرد استعمال المعاني العرضية، يسمى هذا التعريف بالتعريف الرسمي. التعريف الرسمي يعني الذي يرسم لنا الشيء كأنه رسم ظاهره، كأنه يمثل شبح الشيء، يعكس لنا شبح الشيء، ظاهر الشيء، وليس باطنه أو حقيقته. طبعا هذا أيضا الرسم يختلف باختلاف الغاية من التمييز. إذا كان هدفنا التمييز التام، فبطبيعة الحال لابد أن نستعمل العوارض اللي هي الخاصة المختصة. إحنا قلنا المعاني العرضية إما عامة أو خاصة، ينبغي أن نستعمل هنا المعاني العرضية الخاصة التي تختص بهذا النوع، بنوع الإنسان. يعني نقول مثلا الإنسان حيوان ضاحك أو حيوان كاتب. طيب لا يوجد هناك في الحيوانات أو حتى في سائر الكائنات أي موجود حيوان كاتب إلا الإنسان. حيوان كاتب رسم، لأن الضحك أو الكتابة من عرضيات الإنسان، فبالتالي هذا يسمى رسما. طيب ولكن بما أنه قد ميزه عن سائر الأنواع والكائنات يسمى رسما تاما، رسما تاما، لأنه ميزه بتمامه عن سائر الأنواع الأخرى. أما إذا أردنا التمييز لا على التمام، فنستعمل العوارض العامة. مش نقول الإنسان حيوان ماشي، صحيح صادقة، ولكن يشترك فيها سائر الحيوانات، كثير من الحيوانات تمشي، الأسد والفرس والبقر، هذه كلها إذا حيوانات ماشية، وإن كان تعريفا صحيحا. ميزه عن بعض الكائنات، لأن عندما أقول الإنسان حيوان ماشي، امتاز عن النباتات، امتاز عن الجمادات، امتاز عن كثير من الحيوانات الزاحفة أو الطائرة مثلا، فبالتالي يكون هذا الحيوان الماشي ميز عن بعض الكائنات، عن بعض الأنواع، لذلك يسمى رسما ناقصا. فإذا خلاصة ما أريد أن نقوله، التعريف إما أن يكون الهدف منه بيان الحقيقة أو التمييز، وكل واحد منهم إما بيان الحقيقة حقيقة تامة أو ناقصة، والآخر تمييز تام أو ناقص. طيب التمييز التام، بيان الحقيقة التامة، إنما يكون بالحد التام، وهو أرقى أنحاء المعرف، يعني التعريف بالتمام الذاتيات، لأنه يكشف التمام الحقيقي، وهذا غاية طالب العلم والمعرفة، أن يتصور الأشياء بتمامها كما هي في الواقع ونفس الأمر، وهذا لا يؤمنه لنا إلا الحد التام فقط وفقط. أما إذا استعملنا بعض الذاتيات فيسمى حد ناقص. أما إن لم نرد بيان الحقيقة وإنما أردنا فقط أن نميز الشيء عن غيره من الأشياء، فماذا نقول؟ نستعمل العرضيات التي تحكي عن ظواهر الأشياء. هذا أيضا إذا كانت غايتنا تمام التمييز، نستعمل العرضيات الخاصة التي تكون مختصة بالشيء وبالتالي تميزه عما سواه، كأن نقول الإنسان حيوان ضاحك، حيوان كاتب، حيوان تاجر، مبدع، خلاق، هذه كلها رسوم تامة لأنها تميز الإنسان بتمامه عما سواه. أما إذا استعملنا العرضيات العامة فسوف تميز الإنسان، ولكن ليس عما سواه، عن بعض ما سواه. كما قلنا الإنسان عرفناه بأنه حيوان ماشي أو حيوان أبيض، طيب هو هذا امتاز بلا شك عن بعض الكائنات ولكن لا عن جميعها، فيسمى بالرسم الناقص. إذن
التعريف إما حد أو رسم، وكل واحد منهما إما تام وإما ناقص. طيب طبعا كله تعريف صحيحة، ولكن هناك في تعريف أيضا من الدرجة الأولى وفي تعريف من الدرجة الثانية. طيب المتبقي هنا في باب بيان المعرف، وهو المطلوب أساسا، مسألة ترتيب هذه المعلومات. احنا قلنا أن التفكير ينقسم إلى حركتين، حركة تجميعية للمواد المناسبة وحركة ترتيبية لهذه المواد بهيئة مناسبة. طب المادة عرفناها، وهو أن هناك مواد درجة أولى تدخل في كسب التصور، كسب المجهول التصوري، وهي الذاتيات. وهناك مواد درجة ثانية هي العرضيات، إلا ما نستطيع أن نكتسب ونشتري الذاتيات نكتفي بالعرضيات المميزة. طيب هذا بلحاظ المادة. طب بلحاظ الصورة والترتيب، يقول نعم بلحاظ الترتيب أولا يعني الصورة والهيئة، نسعى، عليك أن تسعى أنت كطالب للعلم والمعرفة أن تستعمل الصورة التامة بدلا من الناقصة. يعني إذا كنت في مقام التحديد وضع الحد، فالحد التام حاول أن تستنفذ كل ما لديك من المعاني الذاتية، ولا تغفل عن أي معنى ذاتي داخل في حقيقة الشيء، لأن الصورة الكاملة أكمل من الصورة الناقصة بلا شك. استعمل تمام المعاني الذاتية، فالحد التام يصير أتم وأكمل من الحد الناقص. بدل ما واحد يرسم مثلا الرسم، إذا ما لم ترسم رأس إنسان فقط، ارسم رأسه وبقية أجزاء بدني حتى يكون رسم تام. في التمييز أيضا الرسم التام أتم، يعني استعمل العرضيات الخاصة التي تميز هذا الشيء بتمامه عما سواه، هذا يسمى الرسم التام، التمييز التام، وهو أفضل بلا شك من التمييز الناقص، وإن كان التمييز الناقص صحيحا ولكن سيكون ناقصا. هذا بلحاظ الصورة، إن الصورة الأتم أفضل من الصورة الناقصة. الأمر الثاني وهو المهم هو مسألة الترتيب، ترتيب المعلومات. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي التوجه إليها، وهو أننا علينا أن نبدأ بالمعاني العام الأعم ثم الأقل عمومية بالتدريج إلى نصل إلى المعاني الأخص. هذه نقطة مهمة جدا، يعني نبدأ بالأعم مفهوما ثم بعد ذلك بالأقل عمومية إلى أن يضيق التعريف ويختص بالشيء. لماذا؟ لأنه هذا هو الترتيب الطبيعي عند العقل أول شيء، لأن الأعم دائما أوضح من الأخص، المفهوم العام أوضح من الأخص، فلذلك ينبغي تقديمه على الأخص. وأما الشيء الثاني لأن الأخص يشتمل على الأعم، فبالتالي لا معنى لتقديمه على الأعم. يعني عندما أقول أوصف إنسان بأنه مثلا هو مصري، أقول عربي مصري طنطاوي، ما أقول طنطاوي مصري عربي، هذا شيء عكس الصورة. فإذا الصورة الطبيعية هي ترتيب الأعم ثم الأقل عمومية إلى أن نصل إلى الأخص، ويكون هذا مساوي للمعرف. هذا ما أردنا بيانه في التعريف مادة وصورة، وشكرا لكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.